مرحبا بكم في حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. اليوم وكما كل يوم لدينا المزيد من الأخبار التي شغلت ساحات التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وغيرها من مواقع التواصل. في العنوان الأول سيكون معنا: أدوية تخزن في مستشفيات وزارة الصحة إلى أن تفسد، ومواطنون لا يجدون ثمن حقنة توفر لذويهم الحياة. في العنوان الثاني سيكون معنا: استمرار التظاهرات في المحافظات الجنوبية. هذه التظاهرات تأتي رفضاً لخصخصة الكهرباء وخرجت في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار. في العنوان الثالث: القوات الحكومية تقتحم منزل ومضيف الشيخ صلال شيخ عشيرة البودراج. بعد قليل نذهب وإياكم إلى تفاصيل العناوين الثلاثة، لا تذهبوا بعيداً. المواطنون لا يجدون الدواء لكنه يبقى في المستشفيات إلى أن يفقد صلاحيته ويفسد ومن ثم يرمى في الطرقات. أما أن يمنح الدواء للمواطنين وهو صالح فهذا محرم يا وزارة الصحة. شاهدوا ولا نعود. راح العلاج مشمر منه هناك. جبار 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 شو طحن منه؟ ها موجود المقطع الثاني بصفحة الرياض. الله يتقبلهم ان شاء الله. هايبر 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 الله اكبر. ليش تتقي معمل؟ ليش عديل علي وياك علي سنون فلوس العالم هاي عشان يروح واحد فصيحون ما عندنا علاجات فلوس ما عندنا نشتري علاج. وانتم الله عيب عليكم ما بيكم شريف وانتم ما في ابقاط بالسياسه شريف، شيخ عشيره وياكم بالسياسه شريف، معمل بيكم شريف، وهاي فلوس العراقيين والشعب قاطع جوع والشعب تروح مستشفيات ما في علاج، تحولون حتى اللي عندها اولاده وتحولونها مستشفى الامن، ما بقول لهم شنو تطلب زين اطفالكم انتم اطفالكم يا سياسيين. انا سؤالي اول شيء انتم اطفالكم يا سياسيين هاي العلاجات المنتهيه تعطوها لاطفالكم وتدوها للخارج. والله انا سمعت روسه شفاك شو شريف امس؟ امس؟ اي امس اي امس صورته اي ساده الشارع دوم حتى سارة اي قلت لك انا ابيك فيه التصوير عندك موجود في الرياض؟ موجود اي هاي رساله كل شريف انه ينقل ويحاسب الفاسدين دولك هذا الفساد هذا. لربما تكونوا استغربتم من العنوان المذيل أسفل الشاشة عن هذا الخبر: وزارة الصحة تقدم الأدوية الفاسدة للمواطنين. طبعا الوزارة لا تقدم الأدوية للمواطنين، ولكن بعدما تلفت هذه الأدوية وهي كانت حبيسة مخازن في المستشفيات بعد أن فسدت ألقتها إدارة هذه المستشفيات في الطرقات. لماذا لم تقدم هذه الأدوية للمرضى بدلا من أن يتحسر عليها ذووهم في الطرقات؟ الآن ننتقل إلى معاناة ثانية فيما يتعلق بالملف الصحي أيضا، شاهده والتعليق عليه بالطريقة التي تجعله ينفس قليلا عن غضبه. نتحدث عن المواطن العراقي هنا، فلن يشعر بألم المحتاجين إلا من أوجعه المسؤولون المتلذذون على أنين المعذبين. تابعوا أنين وعذاب أحد العراقيين الذي يفترش الطريق ويبيت في الشارع رغم أنه يتكلم ويقول إن له 2 من أبنائه كانوا يقاتلون مع ميليشيا الحشد، ولكن حتى الميليشيا لم تنفعه بالمناسبة وظل ينام في الشارع. لا صحة بحثت عنه ولا حكومة بحثت عنه ولا حتى ميليشيا. تابعوا وسنعود. عجيل شنو اللي شحال نايم بالبرد؟ عمي غير مكسور. ها؟ ظهرك مكسور؟ يا خوش. زين أهلك وين؟ الليمونة. وين؟ الله يرحمهم. وين؟ الله يرحمه. حجي زينة منين؟ حلب. ها؟ ها؟ حلفي؟ أدري حلفي عمامك عشيرتك إخوانك ولدك. ها؟ عندك شهداء 2 بالحشد ونايم بالشارع. زين مستشفى ليش ما تروح؟ 5 يوم. ها؟ 5 ينوموك. خمس يوم 5 ينوموك؟ أي. إيش هسه اليوم إيش قد؟ يوم 5. إي. أنا هنا أحس بحجاوي. او يطلعوك من المستشفى شنو؟ ما طلعوني. ها؟ اليوم 5 قلت لك. النوم. النوم 5000؟ اي. وانت ما عندك 5000؟ معي. العالم ساعدني، هذا روعة فاسدي. زين اذا هسه انا وديك المستشفى. وين؟ رجل مريض للاسف، ادارة المستشفى التي كان يتعالج بها وبعدما يعني اضطر للبيات او للمبيت اياما في المستشفى لأنه لا يمتلك المال طردوه من المستشفى. وكما سمعتم سأله الذي صور هذا المقطع لماذا لم تنم بالمستشفى، قال إن إدارة المستشفى تطلب منا المال حتى ننام
رفضت إدارة المشفى لرجل مسن أن يبيت فيها فبات في الشارع. الدواء يلقى في الطرقات بعد أن تنتهي صلاحيته ويصبح تالفاً، وعراقيون للأسف يقهرهم الحال ولا يجدون ثمن حقنة واحدة تكون سبباً بشفاء ذويهم. كونوا شهوداً على المعاناة التي سترون صاحبها الآن، نتابع معاً. 14 يوم أشتري لأبوي الإبرة من مرض خبيث ب 300,000، وأنا يوميته 15,000. زين أفاسي صار لي 14 يوم أنا قاعد وأبوي ما ضرب إبرة، منين أجيب؟ منين أجيب؟ بس قل لي منين أجيب؟ فدور لك أسلب؟ أسلب الدولة تكسر ظهري، منين أجيب؟ منين أجيب؟ والله ما عندي، والله ما عندي، والله ما عندي، منين أجيب؟ أشق هدومه راح أسلب، خبر راح أسلب. يعني لا تعليق بعد هذه المعاناة. أدوية تلقى بالطرقات بعد أن تفسد وتظل حبيسة المخازن حينما تكون صالحة ويحرم المواطنون منها. وهذا مثال للمواطنين، للمواطن الكادح الفقير الذي أنهكت جيبه ما تسمى دولة، الحكومة التي أخذت كل ما بجيوب المواطنين وحرمتهم حقنة دواء يمكنها أن توفر لبعض أحبة هؤلاء حياة، لكنهم حرموهم الحياة ودفنوهم وهم أحياء للأسف. العراقيون أعلنوها، لن نقبل بخصخصة الكهرباء. هذه المعاناة الثانية. في المحافظات الجنوبية تمتد المظاهرات، شاهدوا جانباً من التظاهرات التي تأتي رفضاً لسياسة الحكومة بخصخصة قطاع الكهرباء. في المقطع القادم، شيوخ من قبائل في الجنوب وهم من عشيرة خفاجة وبعض المتظاهرين من ناحية الغراف يقتحمون مبنى لدائرة الكهرباء ويصادرون عداداً من المنتظر أن يستخدم أو كان سيستخدم في مشروع الخصخصة. تابع. يا ابا عواد سعد يا سعد ما عليك انا اسعد وياك ولا واحد اصلا ايه سعد ابو سعد سعدك عروس. لو شطبت من المعجم كلمة المعاناة ووضعت مكانها كلمة العراق للأسف لأدت المعنى المقصود من المعاناة. ومن فساد الحكومة في ملف الخدمات ومساعي مصادرة حقوق وأموال المواطنين إلى مصادرة أخرى وهي مصادرة أمن المواطنين، القوات الحكومية تقتحم مضيف شيخ عشيرة البودراج بحجة أنه يؤوي مطلوبين، لكن الرجل بنفسه ينفي ويبدو مستهجناً الطريقة التي تعاملت القوات الحكومية معه بها. اللقطات القادمة ستظهر لكم جانباً من اقتحام مضيف الشيخ صلال هاتو، نتابع ومن ثم ننتقل إلى شهادته بعد التعقيب على هذا الفيديو. تابع. أمامكم تظهر عدد من القوات الحكومية في هذا الفيديو، تظهر أمامكم القوات الحكومية وهي تقتحم منزل الشيخ. طبعاً بعدما شاهدتم هذا المقطع ننتقل وإياكم لنستمع إلى شهادة يدلي بها شيخ العشيرة عشيرة البودراج وهو الشيخ صلال هاتو، وكيف قدمت القوات الحكومية إلى منزله وأحدثت حالة إرباك وتسببت بذعر الآمنين هناك.
الساعة 11:30 بالليل هجمت علينا القوات الأمنية أو الشرطة أو الجيش ما نعرف 11:30، والعدد مالهم 14 سيارة أزيد من 150 رجل هجموا على بيتنا ب 11:30 وطلعوا عوائلنا من بيوتها وما نعرف الشغلة شنو. وبعدين هم ضربونا بطلقات وما مسوين كل شيء، احنا ولا عندنا بد مشكلة ولا عندنا رهابي ولا عندنا قاتل. وبعد نطاق ما احنا ما هم كلهم ناس مقنعين ما نعرف منهم محلية. بعدين احنا نطالب الحكومة الموجودة بالمحافظة والحكومة نطالب رئيس الوزراء ان هاي عالج الامور انه لانها شغلة هاي على احنا كل انسان، هو الشيخ الى حصانه والخيل حصانه مثل ما الدولة اكو حصانة عندها، ليش يعني احنا يداهمونا؟ ليش ما بلغونا داعتهم شوي يعني؟ فاحنا نطالب الدولة ان تسوي لنا حل في هاي القضية. إلى فقرة آراءكم الآن. جانب البضائع في مطار بغداد، بضائع لكثير من التجار لا تزال محتجزة، منها ملابس شتوية وأغذية وغيرها من البضائع التي تستورد من الخارج للأسف تظل محتجزة. يمضي الشتاء ولا يستفيد منها لا المواطنون ولا التجار. دعونا نتابع هذا المقطع المصور الذي يتحدث عن هذه القضية. بالمناسبة المقطع صوره موظفون في المطار، مطار بغداد. إلى المقطع ومن ثم نعود لنقرأ عليكم أبرز المنشورات التي تحدثت عن هذه القضية. يعني هذا الكشيف، هذا الكشيف الزين. لا نفس داخلية. ليخرج أحد المسؤولين من إدارة مطار بغداد أو من المسؤولين المعنيين في حكومة العبادي ليعطي الشارع العراقي تفسيراً واحداً عن السبب المقنع الذي يمكن أن يجعل المواطن يصدق ما سيبررون به من أجل إبقاء مثل هذه البضائع محتجزة في المطار. لماذا لا يتم تسريح هذه البضائع؟ لماذا لا يسمح لأصحابها باستلامها وفق الإجراءات القانونية المقبولة والمعمول بها والتي درجت العادة عليها في العراق؟ لكن على ما يبدو أن هناك من يتلذذون ويتعمدون بإبقاء الشارع العراقي بحالة احتياج وحالة إحباط وحالة قهر دائمة لا تفارقه للأسف في شتى مناحي الحياة. ننتقل الآن وإياكم إلى التعليقات التي يعني تفاعلت مع هذه القضية، احتجاز بضائع لتجار وحرمان هؤلاء التجار والمواطنين من الاستفادة من هذه البضائع. إلى التعليق الأول في هذا الموضوع كتب حسنين الخزعلي: مطار بغداد من سيء إلى أسوأ، لا مواعيد مضبوطة ولا خدمة براسها حظ. حسنين هنا يعني يلقي باللائمة على إدارة مطار بغداد، لماذا لا تسمحون للتجار بأن يأخذوا هذه البضائع وفق الإجراءات النمطية المعهودة والمعمول بها؟ لكن للأسف حسنين لا حياة لمن تنادي. إلى تعليق جديد الآن كتب مهدي: البضاعة مالتنا محجوزة من يوم 19/11/2017 ولحد الآن يومية عذر شكل، وشركات الشحن تذب اللوم على الحكومة وما بنعرف شنو مصير بضاعتنا. يا مهدي، مصير بضاعتكم التلف يا صديقي للأسف. يعني كنت أتمنى ألا أقول هذا الكلام، ولكن طالما أن الحكومة لا تسأل ولا إدارة مطار بغداد معنية بهموم وعذابات ومصالح المواطنين، للأسف مصير هذه البضائع مع مرور الأيام التلف. وإن لم تتلف وكانت مثلا ملابس شتوية، سيأتي فصل الصيف وأنت لم تبع ملابسك للأسف. أيها التاجر بعينك الله، يعني مثل ما بيقولوا باللهجات المحكية للأسف. يعني ومن الحزن ما أجبرك على الابتسامة قهرا لأنك لا تدري ما تفعل. إلى تعليق جديد في هذا الموضوع كتب علي: يعني إحنا رزقنا كله على الشحن الجوي، ومن يوم 19 بالشهر غراضي بالمطار لليوم وبدون ما نعرف سبب، وغراض بآلاف الدولارات. علي يتحدث عن معاناة شخصية وحقه بالمناسبة. أنا مواطن، لماذا هذا التعامل؟ لماذا أحرم من أن أحصل على حقي على بضائعي طالما أنها دخلت إلى العراق بشكل قانوني؟
لماذا هناك من يتعمد أن يعذب العراقيين، يصادر أموالهم، بضائعهم، يعطل مصالحهم؟ الإجابة لدى العبادي وفرقته. ننتقل إلى تعليق آخر. مؤيد يكتب: لدمار اقتصاد البلد مثل سياسة الحرق الدائرة بالشورجة اللي راحت مليارات نتيجتها. مؤيد هنا يريد أن يذكركم بالحرائق التي تحصل من حين إلى آخر بسوق الشورجة، وهو سوق مركزي يعني يضم عدة أسواق، ومن حين إلى آخر تحدث هناك حرائق، غالباً ما يقال إنها بسبب تماس كهربائي، وهناك من يقول إن هناك أسباباً أخرى للحرائق التي تحدث بالشورجة. يقول هذا مؤيد، يعني مؤيد يقول في منشوره على الفيسبوك إن هذه المعاناة التي تحصل للمواطنين وللتجار في مطار بغداد إنما تكرس لمصائب أكبر تماماً كالتي تحدث بالشورجة، ويقول لربما مصير هذه البضائع أن يكون كمصير التي سبقتها في الأسواق التي تحترق في بغداد للأسف. إلى منشور هو الأخير معنا، وكتبه مهند الموسوي: دمر التاجر، بضاعة نايمة بالمطار أكثر من شهر والموسم الشتوي خلص، وحرق للشورجة منظم، شنو الفيلم؟ ما أعرف، على مود مولاتهم تشتغل فقط. مهند هنا يقول إن احتجاز هذه البضائع في مطار بغداد سببه واحد، وهو أن يستفيد أصحاب المولات من النافذين في الحكومة، أن يتواصل الحريق في الشورجة حتى تعمل هذه المولات ويسترزق أصحابها النافذون حكومياً على حساب الآلاف من التجار والملايين من المواطنين الذين لا يجدون السلع التي تتوفر بمبالغ بسيطة وتظل محتجزة وسوق شحيح وخالي منها، بينما مولات المسؤولين الذين تعرفونهم تبقى تعمل للأسف. لك الله يا عراق. بعد الفاصل ننتقل وإياكم إلى تويتر. من معاناة العراق ككل إلى معاناة النزوح، وهنا لن نسلط الضوء فقط على النازحين داخل العراق وعددهم يصل إلى 2 مليون، وإنما للنازحين في كل مكان. البرد يحتاج، هذا هاشتاج يسلط الضوء على معاناة النازحين في فصل الشتاء. طبعا منظمات إغاثية تقوم بدور ما، لكنه يظل دورا غير كاف لسد حاجة من يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. مئات الآلاف في العراق وسوريا وغير هذه الدول يعاني فيها أهلها ويعانون خارجها أيضا، هناك تتبعهم معاناتهم. هؤلاء يحتاجون من يقف إلى جوارهم في هذا البرد الشديد. إلى التغريدات الآن. في التغريدة الأولى لطفي بن محمد الذهب كتب: كل شيء جميل في الشتاء سوى البرد القارص، على هؤلاء الفقراء النازحين والمشردين. يعني صدق من قال إن الشتاء جميل ومظهر المطر وهو يتساقط جميل، لكن متى تشعر بجماله؟ حينما تنظر إلى المطر من وراء النافذة والموقد يكون مشتعلاً بجوارك. لكن ماذا يفعل بالله عليكم الذين يفترشون الأرض ولا تحيطهم أو لا تحميهم ولا تقيهم البرد سوى أقمشة صنعت منها الخيام؟ بالله عليكم هل تقيهم بردهم؟ هل تقيهم عذاباتهم ومعاناتهم التي ما زالوا فيها؟ نعم، في البرد النازحون يحتاجون من يقف إلى جوارهم بإنسانية قبل أن تكون بوطنية. إلى تغريدة جديدة. في التغريدة الجديدة نقرأ: الشيخ محمد الزعبي يكتب: اللهم في هذا البرد القارس نستودعك كل النازحين في الخيام، نستودعك كل من لا مأوى له. الشيخ محمد وكأنه يقوم يعني بجهد المقل الدعاء، لكن هل النازحون في هذه الأيام بربكم فقط هم بحاجة إلى الدعاء؟ الدعاء قيمة نبيلة، قيمة إنسانية، روحية، روحانية، فيها تعاضد أبناء الأمة الواحدة والبلد الواحد، ولكنهم يحتاجون ما هو أكثر من الدعاء، يحتاجونك أنت أيها السبب. كن السبب من أجل النازحين في منطقتك أو في أي مكان في هذا العالم الذي يعج بالأحزان. إلى تغريدة جديدة. في هذه التغريدة نور تكتب: أن نفكر في أحوال الفقراء ونفكر في أحوال النازحين من ديارهم، برد وقتل وتشريد، حتى المستشفيات والمساجد لم تسلم، والعالم الذي يتشدق بالديمقراطية يتفرج. السؤال هنا: إذا كان العالم الذي يتشدق بالديمقراطية يواصل إبداعه بالمشاهدة فقط، هل سألت نفسك أنت ماذا قدمت للنازحين في العراق وفي أي مكان
من الأماكن التي يوجد فيها نازحون. للأسف أجبرتهم ظروفهم أن يكونوا نازحين، لكنهم كان لهم بيت مثل بيتك أنت، كان لهم وظيفة وحياة مثل وظيفتك وحياتك أنت. تذكر أنه من الممكن أن تدور الأيام لا قدر الله وتكون محل هذا النازح. قف إلى جواره بقلبك وبمالك وبشعورك وإنسانيتك ووطنيتك. إلى التغريدة الأخيرة الآن، جود تكتب: أكثر ما يؤلم في هذا البرد القارس مشاهدة أولئك المشردين النازحين بلا مأوى ولا أكل ولا وسيلة تدفئة. اللهم لطفك بهم. البرد يحتاج يا جماعة، لا يحتاج فقط تعليقات على فيسبوك أو تغريدات على تويتر أو مجرد دعاء. البرد يحتاج أن تقف مع النازحين وإلى جوارهم بما تستطيع. من كان لديه فضل زاد فليجد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل مال فليجد به على من لا مال له. والنبي صلى الله عليه وسلم نصح بالتعاطف والتراحم حتى نستحق أن نكون أمة واحدة. بعد الفاصل نذهب وإياكم إلى فقرة المقاطع المصورة. في إيران التظاهرات مستمرة، تعالوا نشاهد آخر التطورات هنا. التظاهرات مستمرة بالمناسبة، لكن ما الذي يجري في قاعدة حميميم الروسية في سوريا؟ تعالوا معا نعرف حقيقة ما يدور هناك. كان الله مع سوريا والعراق وكل المظلومين في هذا العالم. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في هذا العدد من برنامجكم اليومي تواصل.com. لاحقا ألتقيكم على خير. السلام عليكم.